السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع تمارين صفحة 101، التناسبية 3، النسبة المئوية والسرعة المتوسطة. إذا قبل البداية لابد من أن نذكر بالنسبة المئوية. إذا 5% قلنا في الفيديوهات السابقة الخاصة بهذا الدرس أن قراءتها تعني أن إذا 5% تعني أن كل 100 درهم مثلا إذا فيها 5 دراهم. إذا هذا هو المبلغ وهذا هو الثمن المخفض. 5% تعني أن 100 درهم سنخفض فيها 5 دراهم، أو سنقوم بزيادة 5 دراهم على حسب التمرين. مثلا هنا لدينا الزيادة. جيد، إذا هكذا نستعمل التناسبية ونجيب على جميع الأسئلة بهذه الطريقة. إذا لاحظوا جيدا، طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات وذلك نتيجة زيادة في أثمنة السلع بنسبة 5%. إذا ستقوم بزيادة نسبتها 5%. ما معنى ذلك؟ معنى كل 100 درهم 100 درهم سنضيف 5 دراهم على الثمن. إذا مثلا لدينا الثمن الأول 160.80 درهم. إذا كما قلنا سنستعمل التناسبية، 100 درهم سيكون مبلغ الزيادة هو 5 دراهم لأن 5%. إذا 160 درهم كمبلغ، كم ستكون نسبة الزيادة؟ وهذا هو جدول التناسبية الذي نستعمله للإجابة. يعني هنا المبلغ وهنا ثمن الزيادة. إذا يمكن وضع الجدول على هذا النحو أو يمكن وضعه على هذا الشكل أيضا. لاحظوا، إذا المبلغ بالدرهم، هنا مبلغ الزيادة أو مبلغ التخفيض. إذا هنا لدينا زيادة يعني على حسب التمرين. إذا 5% تعني أن إذا كان المبلغ 100 درهم الزيادة هي 5 دراهم. 160 درهم كم؟ إذا نستعمل التناسبية، إما نقسم 5 على 100 تعطينا 0.05، نضعها هنا و نضرب في معامل التناسب فنحصل على الجواب. أو القاعدة الثلاثية دائما على شكل إكس. إذا العددان اللذان يأتيان في نفس الخط الضرب 160.80 ضرب 5 قسمة 100، راه نفس الشيء. إذا بهذا الجدول، بجدول التناسبية، سنقوم بالجواب على أو الإجابة عن هذه الأثمنة. إذا 160.80 ضرب 5 قسمة 100، وبالتالي إذا مباشرة لا داعي لاستعمال الجدول. عند الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنسبة المئوية نضرب في 5 ونقسم على 100. إذا مبلغ الزيادة بالنسبة للثمن الأول 160.80 ضرب 5 قسمة 100. إذا 160.80 ضرب 5. إذا بين هذا بالنسبة لهذا الصفر هو زائد فقط، لأن فاصلة 80 راه هي فاصلة 8. إذا 5 ضرب 8 40، 5 ضرب 0 0 زائد الاحتفاظ، 5 ضرب 6 30، و 5 ضرب 1 5 زائد الاحتفاظ 8. لدي رقم، إذا لدي نأخذ رقم. إذا 804 قسمة 100. هنا لا داعي لإجراء القسمة، أي عدد نقسمه على 100 يعني نزيح الفاصلة التي تعتبر في الأخير برقمين. إذا تصبح هنا 8.04 درهم. الآن الثمن الجديد، لأننا نبحث عن أثمنة جديدة. طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات وذلك نتيجة زيادة. إذا هنا لدينا زيادة. إذا المبلغ الأصلي كان هو 160.80، نضيف إليه مبلغ الزيادة فنحصل على الثمن الجديد. إذا 160.80 الذي هو المبلغ الأصلي نضيف إليه مبلغ الزيادة. إذا 160.80 نضيف إليه 8.04. إذا 4.8861. إذا سيصبح الثمن الجديد هو 168.84. بالنسبة ل 208 نفس الشيء،
208. إذا بنفس الطريقة نضرب في 5 ونقسم على 100. إذا نكتب هكذا أو نكتب هكذا راه نفس الشيء. إذا 208 ضرب 5، إذا يمكننا القسمة أو الضرب مباشرة. 5 ضرب 8 40، 5 ضرب 0 0 زائد الاحتفاظ، 5 ضرب 2 10. إذا كما قلت سابقا عندما نقسم على 100 الفاصلة هنا غير موجودة، بمعنى راه فاصلة 0. إذا نرجع الفاصلة برقمين، إذا 10.40، 10.40 دراهم. الآن الثمن الجديد، الثمن الأصلي هو 208، نضيف إليه ثمن الزيادة فتصبح إذا 208 زائد 10 هي 218.40. ثم 409 دراهم، إذا 409 دراهم نضربها في دائما النسبة المئوية التي هي 5%. إذا 5 ضرب 9 45، 5 ضرب 0 0 زائد الاحتفاظ، 5 ضرب 4 20 قسمة 100 تساوي، إذا نرجع الفاصلة بفاصلة مثلا 0 نرجعها برتبتين، إذا 20.45 درهم. الآن الثمن الجديد، إذا الثمن الأصلي كان هو 409، هذا هو الثمن الأصلي 409 دراهم، نضيف إليه مبلغ الزيادة، إذا 429.45. أنتم يمكنكم إجراء العملية هنا في العمليات. ثم الثمن الأخير أو المبلغ الأخير أو الثمن الأخير 685.50. إذا 685.50 ضرب النسبة المئوية تساوي، إذا هنا إما نضرب مباشرة أو يمكن إجراء العملية، إذا لا مانع. إذا حتى إن أردنا إجراء العملية بشكل أفقي يعني لا مانع، مثلا 5 ضرب 0 0، 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 5 25 زائد 2 27، 5 ضرب 8 40 زائد 2 42، 5 ضرب 6 30 زائد الاحتفاظ 34، 1 2 1 2 قسمة 100. عندما نقسم على 100 نرجع الفاصلة برتبتين، إذا 1 2 تصبح هنا 34.275 درهم. ثم الآن الثمن الجديد، إذا الثمن الأصلي كان هو 685.50 زائد مبلغ الزيادة، إذا نجري العملية، 685.50 زائد 34، دائما الفاصلة تحت الفاصلة والوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات والأعشار تحت الأعشار وهكذا. إذا نجمع، إذا 0 زائد 5 5، 0 زائد 7 7، 5 زائد 2 7 فاصلة، 5 زائد 4 9، 8 زائد 3 11، 6 زائد 1 7. إذا سيصبح الثمن الجديد هو 719 درهم فاصلة 77 أو 775. نمر الآن إلى التمرين رقم 6. إذا أكمل ملء الفاتورة التالية، لدينا مطعم أمين الثمن بالدرهم، إذا 4 وجبات سمك 21 درهم للوجبة الواحدة، إذا وجبة واحدة ب 21 درهم، 4 وجبات نضرب 4 في ثمن الوجبة الواحدة، 4 ضرب 1 و 20، إذا 4 ضرب 21، إذا 4 ضرب 1 4 و 4 ضرب 2 8، إذا 4 وجبات ب 84 درهم، 3 أرغفة من الخبز بدرهم فاصلة 40 للواحدة، إذا نضرب 3 في 1.40، إذا 3 ضرب 0 0، 3 ضرب 4 12، 3 ضرب 1 3 زائد الاحتفاظ 4، 1 2 1 2، إذا 4 دراهم
فاصلة 20. هنا يمكن وضع فاصلة صفرين. الآن المجموع، إذا نقوم بعملية الجمع، إذا 0 زائد 0 يساوي 0، 0 زائد 2 يساوي 2، الفاصلة 4 زائد 4 8، 8 زائد 2 8، إذا 88 درهم فاصلة 20. الآن واجب الخدمة 15%. قلنا سابقا أن 15% تعني أن كل 100 درهم عليها 15 درهم كخدمة. إذا الأمر سهل جدا، كما فعلنا في التمرين الأول، نضرب المبلغ في النسبة المئوية في 15 قسمة 100. إذا 88.20 نضربها في 15 قسمة 100. هنا لا يمكن الاختزال بهذا الصفر مع هذا الصفر، لأن أصلا هذا الصفر هو أصلا زائد. إذا نجري العملية، 88.2 ضرب 15، 5 ضرب 2 10، 5 ضرب 8 40 زائد الاحتفاظ 41، 5 ضرب 8 40 زائد الاحتفاظ 44. نضع النقطة، 1 ضرب 2 2 ضرب 8 ضرب 8، ثم نجمع. إذا 0 3 12 8 12 13، لدي رقم، إذا لدي رقم. ثم الآن نقسم على 100. إذا 13,323 قسمة 100 بنفس الطريقة. قلنا دائما نرجع الفاصلة برتبتين تعطينا 13.23. إذا هنا 13.23 درهم هو واجب الخدمة، يعني واجب الخدمة معناه يؤدى للنادل مثلا، يعني الجارسون نقول نحن، أو للخدمة لصاحب المحل، يعني يقوم بحساب واجب الخدمة إضافة إلى واجب الوجبة. إذا 13.23 هو واجب الخدمة. ثم المبلغ الواجب أداؤه الجمع، إذا 3 4، 8 زائد 3 11، 8 19. إذا المبلغ الواجب أداؤه هو 101.43 درهم بطبيعة الحال بالدرهم. التمرين رقم 7، إذا يسير محمد على متن دراجته بسرعة 16 كيلومتر في الساعة، أحسب المسافة التي يقطعها محمد بنفس السرعة في كل مدة مما يلي. إذا 16 كيلومتر في الساعة معناها أن 16 كيلومتر في 60 دقيقة، الساعة هي 60 دقيقة، إذا يمكن إضافة خانة إلى الجدول. المدة بالدقيقة هي 60، والمسافة 16، 16 كيلومتر في الساعة، 16 كيلو متر في الساعة، يعني 60 دقيقة، لأن هنا المدة بالدقائق. الآن نحسب معامل التناسب، 16 قسمة 60 أو 16، إذا 60 قسمة 16 أو 16 قسمة 60 فيعطينا معامل التناسب، ولكن يظهر أن 16 قسمة 60 القسمة غير منتهية، أيضا 60 قسمة 16 القسمة غير منتهية، وإذا كانت القسمة غير منتهية إذا لا يمكننا أن نضع معامل تناسب على شكل عد خارج غير مضبوط، وبالتالي 16 على 60 نختزلها فقط، إذا قسمة 4 قسمة 4، 16 قسمة 4 4، و60 قسمة 4 15. إذا معامل التناسب هو 4 على 15، بما أننا إذا قسمنا 16 على 60، يعني 16 على 60 دائما السهم عند المقسوم وليس عند المقسوم عليه. إذا 60 ضرب 4 على 15 تساوي 16. الآن 120 ضرب 4 على 15، يعني ضرب معامل التناسب. إذا 120 البسط ضرب البسط، 4 ضرب 0 0، 4 ضرب 2 8، 4 ضرب 4 1 4 قسمة 15، 480 قسمة 15. إذا نأخذ رقمان فيها 2، 2 ضرب 5 30، 2 ضرب 1 2 زائد 3، أو 2 ضرب 5 10 عفوا،
احتفظ بواحد، اثنان ضرب واحد اثنان زائد الاحتفاظ ثلاثة، إذن ثمانية واحد. إذن 480 قسمة 15، إذن نجري العملية 480 قسمة 15، إذن فيها 3، 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 1 3 زائد الاحتفاظ 4، 8 ناقص 5 3، 4 ناقص 4 0، أنزل الصفر فيها 2، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب 1 2 زائد الاحتفاظ 3 0 0، إذن 2 و30، وبالتالي نسجل هنا 32. ثم نفس الشيء 90 ضرب معامل التناسب، 90 ضرب 4 على 15، 90 ضرب 4 على 15، إذا البسط ضرب البسط 4 ضرب 0 0، 4 ضرب 9 36 على 15، إذا 360 على 15، إذا 36 فيها 2، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب 1 2 زائد الاحتفاظ 3 6 0، أنزل الصفر فيها 4، 4 ضرب 5 20، احتفظ ب 2، 4 ضرب 1 4 زائد الاحتفاظ 6، إذا 0 0، إذا تساوي 24، إذا نسجل 24. ثم نشئ 15 ضرب 4 على 15، 15 ضرب معامل التناسب 4 على 15، إذا البسط ضرب البسط 4 ضرب 5 20، 4 ضرب 1 4 زائد 2 6، وهنا 1 ضرب 15 15، 60 قسمة 15 تساوي 4، إذا هنا 4. ثم نشئ 30 ضرب معامل التناسب، إذا البسط ضرب البسط 4 ضرب 0 0، 4 ضرب 3 12، 1 ضرب 15 15، 120 قسمة 15، إذا أجرينا العملية تعطينا 8، إذا نسجل 8. إذا هذه الطريقة الأولى بواسطة معامل التناسب. الطريقة الثانية، إذا بالنسبة للطريقة الثانية، إذا يمكننا استعمال التناسبية بشكل أفقي. إذا لاحظوا هنا لدينا مثلا الخانة المضافة، لدينا كالعادة 16 كيلومتر في الساعة، بمعنى 16 كيلومتر في 60 دقيقة. إذا لاحظوا هنا 60 نصفها هو 30، أو نبدأ منها هنا مثلا. إذا 60 إذا ضربناها في 2 تعطينا 120، وبالتالي 16 أيضا نضربها في 2 تعطينا 32 مثلا. هنا 30، إذا 60 نقسمها على 2 تعطينا 30، إذا 16 أيضا نقسمها على 2 تعطينا 8، لاحظوا نفس الجواب. ثم 15 هي نصف 30، بمعنى 30 نقسمها على 2 تعطينا 15، إذا 8 أيضا نقسمها على 2 تعطينا 4 مثلا. لاحظوا هنا 30 زائد 60 تعطينا 90، لاحظوا 30 زائد 60 تعطينا 90، إذا بمعنى 30 زائد 60 تعطينا 90، إذا 8 زائد 16 تعطينا 24 نفس الجواب. إذا هذه الطريقة صحيحة وهذه الطريقة أيضا صحيحة. الآن إلى التمرين رقم 8. قطع قطار سريع مسافة 395 كيلومتر في مدة ساعتان و30 دقيقة، يعني ساعتان ونصف، 30 دقيقة هي نصف ساعة. أحدد السرعة المتوسطة للقطار بالكيلومتر في الساعة. إذن لدينا طريقتين، إما التناسبية وإما نطبق القاعدة، يعني الأمران سهلان. إذن لتطبيق القاعدة لدينا السرعة المتوسطة، نحن نريد السرعة المتوسطة. القاعدة تقول السرعة المتوسطة la vitesse moyenne هي المسافة la distance قسمة المدة le temps، هذه القاعدة. لدي المسافة هي 395، هذه المسافة، ولدي المدة إذن
ساعتان وثلاثون دقيقة، لا بد أن تكون المدة بوحدة واحدة فقط، إما الساعة وإما الدقيقة. ولكن بما أن السرعة المتوسطة للقطار مطلوبة بالكيلومتر في الساعة، إذا لا بد أن تكون المدة بالساعة فقط. إذا نقوم بتحويل 30 دقيقة، إذا ساعتان وثلاثون دقيقة هي ساعتان زائد 30 دقيقة، نقسمها على 60 لكي تصبح ساعة، لأن الساعة فيها 60 دقيقة، تساوي ساعتان زائد 30 قسمة 60. إذا 30 قسمة 60 ستجدون هي 0.5، تساوي 2.5. إذا المدة هي ساعتان ونصف، وهي تظهر من هنا فقط، ساعتان وثلاثون دقيقة هي ساعتان ونصف. إذا ساعتان ونصف تساوي، إذا نقوم بعملية القسمة، 395 قسمة 2.5. إذا نضرب في 10 فنزيح الفاصلة، ونضرب في 10، نضرب في 10 في 10. إذا 39 كم فيها من 25؟ 1. 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 2 2، 9 ناقص 4، 3 ناقص 2 1. أنزل 5، إذا فيها 5، فيها 5، 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 2 10 زائد 2 12. إذا 5 ناقص 5 0، 4 ناقص 2 2، ثم 0، أنزل الصفر، إذا فيها 8، 8 ضرب 5 40، 8 ضرب 2 16 زائد 4 20، إذا 0 0 0، وبالتالي 158 كيلومتر في الساعة. إذا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، نحول إلى دقائق، مثلا نجري أو نقوم بكتابة جدول التناسبية، لأن أيضا تدخل في إطار التناسبية. إذا 395 كمسافة يقطعها في، إذا ساعتان هي 120 دقيقة، 120 زائد 30 هي 150 دقيقة، 150. أحدد السرعة المتوسطة للقطار، نحن نريد السرعة المتوسطة دائما في الساعة، يعني 60 دقيقة. إذا 309، القاعدة الثلاثية، 395 ضرب 60 قسمة 150، سنجد أيضا نفس الجواب 158. إذا تأكدتم بإجراء العمليات ستجدون أيضا 158 كيلومتر في الساعة، لأن 60 دقيقة هي ساعة. الآن باء، أحسب المسافة التي سيقطعها القطار في مدة 3 ساعات و15 دقيقة. إذا بنفس الطريقة، المسافة، القاعدة تقول المسافة هي السرعة المتوسطة ضرب المدة. السرعة المتوسطة قمنا بحسابها في التمرين السابق هي 158، المدة لدينا 3 ساعات و15 دقيقة. إذا بنفس الطريقة نحول 15 دقيقة إلى ساعات، نقسمها على ساعة على 60 لتصبح ساعة. إذا 15 على 60 هي 0.25 ساعة، يعني ربع ساعة. 15 دقيقة هي ربع ساعة. إذا قمتم بقسمة 15 على 60 ستجدون 0.25، وبالتالي المدة هي كم؟ هي 3 ساعات فاصلة 25. إذا السرعة المتوسطة هي 158 كيلومتر في الساعة، والمدة هي 3 ساعات فاصلة 25، 3 ساعات فاصلة 25. إذا الآن تطبيق عددي، 158 كيلومتر في الساعة ضرب المدة 3.25، 3 ساعات من طبيعة الحال. إذا نختزل الساعة مع الساعة، إذا الجواب سيكون ب الكيلومتر. إذا 158 في 3.25، إذا 5 ضرب 8 40، 5 ضرب 5 25 زائد 4 29، 5 ضرب 1 5 زائد 2 7، 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 5 10 زائد احتفاظ 11، 2 ضرب 1 2 زائد 1 3، 3 ضرب 8 24،
3 ضرب 5 17 زائد 2 3 ضرب 5 15 زائد 2 17 3 ضرب 1 3 زائد الاحتفاظ 4 إذا 0 15 7 زائد 1 8 زائد 1 9 زائد 4 13 7 زائد 3 10 زائد 1 11 4 زائد 1 5 1 2 1 2 إذا المسافة المقطوعة هي 513 كيلومتر فاصلة 5. الآن السؤال جيم، أحسب المدة التي يستغرقها القطار لقطع مسافة 948. إذا أحسب ماذا؟ أحسب المدة. القاعدة تقول المدة هي المسافة قسمة السرعة المتوسطة، أو كما قلنا سابقا راه يمكن إجراء التناسبية. إذا المسافة، المدة التي يستغرقها القطار لقطع مسافة 948 كيلومتر، إذا المسافة هي 948 كيلومتر قسمة السرعة المتوسطة سبق وقمنا بحسابها هي 158 كيلومتر في الساعة لهذا القطار. إذا نختزل بالكيلومتر مع الكيلومتر سيبقى الجواب ب الساعة. إذا 948 قسمة 158. إذا لدي ثلاث أرقام، سأخذ ثلاثة أرقام هنا لتسهيل القسمة. دائما 158 نقوم بالبحث عن الجداءات الخاصة ب 158. مثلا 158 هنا لاحظوا نحذف الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، تبقى تسعة. كم فيها من واحد؟ فيها تسعة. إذا نجرب تسعة ثم ثمانية ثم السبعة ثم وهكذا حتى نجد هذا العدد. إذا هذه أسهل طريقة للقسمة. إذا هنا فيها تقريبا أعتقد أن فيها خمسة أو ست، إذا ستة، لا نعم ستة، نعم ستة ستة. إذا ستة ضرب ثمانية 48، ستة ضرب خمسة 30 زائد 4 34، ستة ضرب واحد 6 زائد الاحتفاظ 9، إذا صفر صفر صفر، إذا 6 ساعات. نمر الآن إلى التمرين رقم 9. تحتوي قطعة شوكولا على 6% من الحليب و 15% من الكاكاو و 30% من السكر. أحسب كميات الحليب والسكر والكاكاو بالجرام الموجودة في قطعة شوكولاتة كتلتها 150 جرام. إذا الآن تعودنا على طريقة إنجاز التمارين الخاصة بالنسبة المئوية. دائما نضرب في النسبة المئوية، نضرب في 6 نقسم على 100، نضرب في 15 نقسم على 100، نضرب في 30 نقسم على 100. إذا نبدأ بكمية الحليب. إذا الحليب لاحظوا تحتوي قطعة شوكولا على 6% من الحليب. إذا كتلة قطعة الشوكولا هي 150 غرام، نضربها في 6 على 100 التي هي نسبة الحليب، فنجد كمية أو كتلة الحليب. إذا تعطينا 6 ضرب 0، أو هنا يمكن الاختزال بالصفر مع الصفر. إذا 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 1 6 زائد الاحتفاظ 9 على 10. يمكننا أيضا اختزال بالصفر مع الصفر فنحصل على 9 غرام. ثم بالنسبة لكمية السكر، لدينا نسبة السكر هي 30%، لاحظوا نسبة 30% من السكر، وبالتالي إذا بالنسبة لكمية السكر 150 ضرب 30 في المئة، إذا 0 مع 0 0 مع 0. إذا 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 1 3 زائد الاحتفاظ 4، إذا 45 غرام. بالنسبة لكمية الكاكاو لدينا نسبة هي 15%، إذا نختزل بالصفر مع الصفر. إذا 15 ضرب 15 قسمة 10، إذا 15 ضرب 15، إذا 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 1 5 زائد الاحتفاظ 7، 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 1 1، إذا 5، 7 زائد 5 12، 1 زائد 1 2، إذا 225 تساوي. إذا إذا قمنا بالقسمة على 10 نرجع دائما الفاصلة برتبة. هنا الفاصلة غير موجودة، يمكنني وضع فاصلة صفر، أرجعها برتبة عند القسمة على 10 تصبح 22 غرام فاصلة 5.
نمر الآن إلى التمرين رقم 10. قرر تاجر تخفيض أثمنة بعض السلع بنسبة 15%، 15%. إذن فقام بتعديل بطاقات الأثمنة. إذن هنا لدينا تخفيض، وليس كالتمرين الأول الذي هو زيادة، هنا لدينا التخفيض. إذن بنسبة 15%، فقام بتعديل بطاقات الأثمنة التالية. أتعرف لبطاقة الخطأ وأصححها. إذن كيف أتعرف على البطاقة الخطأ؟ من طبيعة الحال بواسطة العمليات الحسابية. إذن ناخذ الثمن الأصلي هو 60 درهم، هو 60 درهم، نضربه في النسبة المئوية في 15 على 100. إذا نختزل بالصفر مع الصفر، 6 ضرب 15، إذا 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 1 6 زائد احتفاظ 9 على 10، 0 مع 0 يبقى 9 على 1 هي 9 دراهم. إذا هذا هو مبلغ التخفيض. ما معنى التخفيض؟ إذا التخفيض هو طرح. إذا الأصلي هو 60، نطرح مبلغ التخفيض تعطينا 51 درهم. إذا البطاقة الأولى صحيحة، 51 درهم. بالنسبة للبطاقة الثانية لدينا 80 درهم، بنفس الطريقة نضرب في 15 على 100. إذا هنا نختزل بالصفر مع الصفر، 8 ضرب 5 40، 8 ضرب 1 8 زائد احتفاظ 12 على 10، نختزل بالصفر مع الصفر، 12 على 1 هي 12 درهم. ثم الثمن الأصلي 80، نطرح منه أو نخفض منه 12 درهم. إذا 80 ناقص 12 هي 68 درهم. إذا بالنسبة للبطاقة الثانية فهي خاطئة. إذا بالنسبة للبطاقة الثانية فهي خاطئة، وهذا هو التصحيح. ثم 210 بنفس الطريقة، 210 نختزل بالصفر مع الصفر، 21 ضرب 15. إذا 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 2 10، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 2 2، ثم نجمع 5 1 3. إذا تعطينا 21 ضرب 15 تعطينا 315 على 10. إذا الفاصلة نعتبرها في الأخير فاصلة صفر. إذا قسمة 10 نعيد الفاصلة برتبة، إذا 31.5. الآن الثمن الأصلي 210، نطرح منها 31.5. إذا 210 نطرح منها 31.5، إذا هنا فاصلة صفر لأن الجزء العشري غير موجود، 31.5. إذا 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 2 8، 11 ناقص 4 7، 2 ناقص 1 1. إذا 178.5 أو .50، يعني نفس الشيء. إذا 178.50، 178.5 أو 50. إذا هذه البطاقة صحيحة. إذا هنا يمكن إضافة صفر أو حذفه، يعني لا مانع. ثم الآن 45 ضرب 15 على 100. إذا 45 هنا على 1، 45 ضرب 15، دائما البسط ضرب البسط. إذا 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 4 20 زائد احتفاظ 22، 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 4 4. ثم نجمع إذا 5 7 6، إذا 675 على 100 تساوي، إذا الفاصلة هي الأخيرة لأنها غير موجودة، قسمة 100 نعيدها برتبتين، 6.75 درهم. إذا عند قسمة القسمة على 100 نعيد فاصلة برتبتين، عند القسمة على 10 نعيد فاصلة برتبة، عند القسمة على 1000 نعيد الفاصلة ب3 رتب. إذا الآن 45 ناقص 6.75، إذا نجري العملية، 45.0 ناقص 6.75 أو فاصلة هنا صفران لأن لدي رقمان وراء الفاصلة. إذا 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 8 2، 15 ناقص 7 8، و4 ناقص 1 3. إذا 38.25 درهم. إذا 38.25 البطاقة صحيحة. إذا لدينا بطاقتان صحيحتان وبطاقتان
خاطئة، أو عفوا لدينا إذا واحد، هنا وجدنا 51 يعني صحيحة، هذه خاطئة، 178.5 صحيحة، و 38.25 صحيحة. إذا البطاقة الخاطئة الوحيدة هي هذه. نمر الآن إلى التمرين 10. السرعة المتوسطة لعداء هي 24 كيلومتر في الساعة، أشطب المسافة الخطأ التي يقطعها هذا العداء في مدة 15 دقيقة. إذا هنا نبحث عن ماذا؟ نبحث عن المسافة. إذا لدينا طريقتين، الطريقة الأولى هي المسافة، نطبق القاعدة، المسافة هي السرعة المتوسطة ضرب المدة. السرعة المتوسطة هي 24 كيلومتر في الساعة موجودة في التمرين، المدة هي 15 دقيقة. إذا 15 دقيقة نقسمها على 60 لكي تصبح بالساعات، 15 على 60 هي 0.25 يعني ربع ساعة، وبالفعل 15 دقيقة هي ربع ساعة. المسافة قلنا هي السرعة المتوسطة ضرب المدة، السرعة المتوسطة هي 24 كيلومتر في الساعة ضرب 0.25 يعني ربع ساعة. إذا نختزل بالساعة مع الساعة يبقى الجواب بالكيلومتر. إذا 24 ضرب 0.25، 4 ضرب 5 20، 4 ضرب 2 8 زائد الاحتفاظ 10، 4 ضرب 0 0 زائد الاحتفاظ 1 نضع النقطة، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب 2 4 زائد الاحتفاظ 5، 2 ضرب 0 0 إذا 0 0 6 0، لدي 1 2 1 2 بمعنى 6. إذا 6 كيلومتر تساوي، نحول إلى المتر، إذا 6 كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، إذا 6000 متر. إذا هذا هو الجواب الصحيح. الطريقة الثانية، إذا لم أريد تطبيق القاعدة أطبق التناسبية، لدي المسافة بالمتر والمدة بالدقيقة. إذا المسافة بالمتر ما معنى ذلك؟ 24 كيلومتر في الساعة. ما معنى 24 كيلومتر في الساعة؟ إذا 24 كيلومتر في الساعة، نحول هذه إلى المتر، إذا 24، إذا هذا في الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، إذا تعني 24 ألف متر في الساعة، الساعة هي 60 دقيقة. إذا المسافة 24 ألف في مدة 60 دقيقة. نحن لدينا فقط 15 دقيقة، إذا نكتب 15 في الدقائق، ثم نقسم 60 على 24 ألف أو 24 ألف على 60 لنجد معامل التناسب، ونستعمله لإيجاد الجواب، أو ما أفضله أنا والطريقة الثلاثية دائما. إذا راه هي معامل التناسب راه نفسها، إذا غير هنا الأمر بشكل واضح وسهل. إذا دائما X، إذا العددان اللذان يأتيان في نفس الخط نضربهما في بعضهما البعض، يعني 24 ألف ضرب 15، إذا نحتفظ بثلاث أصفار ونضيفهم في الأخير، 5 ضرب 24، 5 ضرب 12 زائد الاحتفاظ 12، 1 ضرب 4 4، 1 ضرب 2 2، إذا 0 6 3، ثم نضيف ثلاثة أصفار. الآن هذا الجداء نقسمه على 60، إذا 360 ألف نقسمها على 60، إذا يمكننا اختزال هذا الصفر مع هذا الصفر. إذا لدي رقم واحد، أخذ رقم غير كافي، إذا رقمان، 36 كم فيها من 6؟ فيها 6، 6 ضرب 6 36، إذا 0 0، أنزل الصفر فيها 0 والباقي 0، 1 2 1 2، إذا 6000 نفس الجواب السابق، إذا 6000 متر. نمر الآن إلى التمرين رقم 12. Un bus scolaire démarre à 8h25 minutes et arrive à 8h50 minutes. Donc, واحد الحافلة، حافلة مدرسية انطلقت على الساعة 8:25 دقيقة ووصلت مع 8:50 دقيقة. Il fait un trajet de 15 km. المسافة، un trajet، المسافة التي قطعتها هي 15 كيلومتر. Donc quel est
La durée du trajet, ما هي مدة المسافة المقطوعة، يعني ما هي المدة؟ لا 25، انطلقت الحافلة مع 8:25 ووصلت مع الساعة 8:50، إذا ما هي المدة؟ نعلم أن المدة هي الوصول ناقص الانطلاق، هذا لدينا في القاعدة، إذا الوصول ناقص الانطلاق، إذا 8:50 ناقص 8:25، إذا 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 3 2، 8 ناقص 8 0، إذا 25 دقيقة، هذه مدة أو المدة التي قطعت فيها هذه المسافة. La deuxième question: quelle est la vitesse moyenne du bus en kilomètres par heure؟ إذا ما هي السرعة المتوسطة لهذه الحافلة؟ نعلم أن la vitesse moyenne هي la distance divisée par la durée ou bien le temps، يعني المسافة قسمة الوقت، السرعة المتوسطة هي المسافة قسمة المدة. المسافة هي لدينا 15 كيلومتر، 15 كيلومتر ديفيزي بار 25 مينوت، ولكن هنايا نريد السرعة المتوسطة، دائما السرعة المتوسطة تكون بالكيلومتر في الساعة، إذا المسافة لدينا بالكيلومتر، إذا لا بد من تحويل هذه المدة إلى ساعة، إذا من الدقائق إلى الساعات نقسم على 60 لتصبح ساعة، إذا 25 قسمة 60، إذا طبيعة الحال فيها صفر والباقي 25، أضف الصفر وأضع الفاصلة، إذا فيها 4 4 ضرب 0 0 4 ضرب 6 24 0 1 0، أضف الصفر إذا فيها 1 1 ضرب 60 60 0 10 ناقص 6 4 0، إذا يظهر أنها لن تكتمل، إذا نقوم بالاختزال فقط، إذا لم تكتمل القسمة إذا يمكننا تركها على شكل عدد كسري، وبالتالي إذا 25 على 60 نختزلها، إذا نقسم على 5 تعطينا 5 ونقسم على 5 تعطينا 12، إذا 5 على 12، إذا قسمة 5 على 12 ساعة، لماذا؟ لأن القسمة غير منتهية، وإذا لم تنتهي القسمة كانت غير مضبوطة، إذا في هذه الحالة لن نحصل على جواب مضبوط، ولذلك نتركه على شكل عدد كسري، إذا 15 قسمة 5 على 12 هي 15 في مقلوب العدد الكسري، هذه هي القسمة هنا على 1، إذا 15 ضرب 12 نجري القسمة، إذا 10 2 ضرب 1 2 زائد 3، 1 ضرب 5 5 1 ضرب 1 1 0 8 1، إذا 180، 180 قسمة 5، إذا 18 كم فيها من 5 فيها 3، 3 ضرب 5 15 والباقي 3، أنزل الصفر، 30 كم فيها من 5 فيها 6، 6 ضرب 5 30 والباقي 0، إذا لاحظتوا حصلنا على جواب مضبوط، إذا 36 كيلومتر في الساعة، إذا استعملنا الخارج الغير المضبوط لن نحصل على جواب مضبوط الذي هو 36، أو بطريقة أخرى يمكننا استعمال التناسبية أيضا كما قلنا في السابق، إذا هنا لدينا المسافة ولدينا المدة، إذا السرعة 15 كيلومتر كمسافة، 15 كيلومتر مثلا المسافة بالكيلومتر والمدة بالدقائق، إذا مثلا لدينا 15 كيلومتر تقطعها في مدة 25 دقيقة كما وجدنا في السؤال السابق، 25 دقيقة، نحن نريد السرعة المتوسطة بالكيلومتر في الساعة، ساعة يعني 60 دقيقة، إذا 15 ضرب 60 قسمة 25، إذا 15 ضرب 60، إذا 0 0، 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 6 زائد 3 9، إذا 0 0 900، 900 قسمة 25، إذا نأخذ رقمان فيها 3، 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 2 6 زائد 3 7، إذا 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 8 1، أنزل الصفر فيها 6، 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 2 12 زائد 3 15 10 0 0
صفر. إذن الجواب هو 36، يعني نفس الجواب 36 36. إذن هذه الطريقة استعمال القاعدة الصحيحة واستعمال التناسبية أيضا صحيح. إذن إلى هنا انتهت تمارين الصفحة 101. شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.